اللوبيز الإسباني. المرخية بعد هذه الكرة الثابتة الحاضرة للوكرة تلعب داخل المنطقة، الكرة الماضية خطيرة، التصويبة تأتي، هذه خطيرة، بنيطو النوايا، النوايا واضحة للنواخذ منذ البدايات الأولى، منذ البدايات الأولى يصل الآن الوكرة، يسجل، يتقدم، يهز الشباك، الكرة الثابتة أبعدت الأولى، سليمة تماما، سليمة تماما الكرة الماضية، لا الله على الهدوء يا بنيطو، على خبرة السنين، على الألفة بينه وبين الشباك، بنيطو لا يخطئ في هكذا مواقف، لا يهدر هكذا كرات، تقدم سريع، تقدم سريع للوكرة في كرة تعود مجددا لمصلحة الوكرة، عمر علي في الطرف الأيمن يقلها عرضية، هذه داخل المنطقة، الله جاء الثاني، الطوفان من الجنوب سيغرق العنابي في هذه الأمسية، الهدف نعم يأتي يحتسب للوكرة في اللقطة الماضية أو ماذا؟ يعني أنا أشوف حركة اللاعبين وكأن في قرار في هذه الكرة لما أبعدت، إيش فيها راية ولا ما الذي بالضبط يمنع من احتساب الهدف في اللقطة الأخيرة؟ لا والله هي هدف، نعم هي هدف، لكن ردت فعل لاعبي المرخية بوقوفهم وتوقف احتفالات الوكرة دخلتنا في حيرة معاهم، لكن الهدف الثاني يأتي وجبة اليمنى، ما قول الكرة أمامية حاضرة، هذه خطيرة، بنيطو، محمد، محمد، بنيطو، يا الله 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 الله، لعيب وقلناها كثير ما عادت تقدم المزيد، هو يتحدث عن نفسه، تعطيك تبين لك قيمة محمد بنيطو لما يدخل منطقة الجزاء، مدى الرعب على المدافعين، أوه خارج اللعبة يا خالد رضوان، إلى شبابك يا لؤي شريف، إلى ثالث الأهداف لمصلحة الوكرة، صارت 3-0 وخلاص تقريبا تقريبا، تدخل وإبعاد يوسف، يوسف يتقدم، عبد الرزاق، يوسف يلعب في الطرف الأيمن إلى محمد بنيطو داخل منطقة بالكعب، يوسف تبعد الرابع، الله جاء الرابع، جاء الرابع، البديل يسجل، الكل سيسجل في هذه الأمسية الزرقاء، أمسية زرقاء وكروية تماما، وكروية تماما، 2 في الأول و2 في الثاني، العدل مطلوب، العدل مطلوب بالنسبة للوكرة اللي يصل إلى رابع الأهداف، رابع الأهداف، الانطلاقة بدأها يوسف، العرضية بنيطو، دربكة كانت حاضرة، تهيأت بعد ذلك يوسف، يا سلام يا سلام، بهدوء بهدوء وسط هذه الزحمة والدربكة، يضع الكرة في الشباك، رابع الأهداف للنواخذة، رابع الأهداف لمصلحة الوكرة، بصريح العبارة يعلن عن عودته إلى ذاكرة